السلام عليكم لي زامي، كي داير الخوت؟ بخير لاباس عليكم، اموركم مزيان. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد، فلوق جديد، جوله جديده. اليوم عنديكم لواحد البلاصه واعره بزاف، كاينه في الرباط، مساحه خضراء. الى بغيتو تجيو ليها تشوجو، تسرحوا عوينتكم في الطبيعه. جات فوسط حي، الصراحه واعره بزاف. بالنسبه لي انا عجبتني، قلت ضروري خصني ندير فيها فيديو ونتقاسمها معكم وتشوفوها. بالنسبه للواحد الا ما عمره ما جا ليها وما تعرفهاش، يجي ليها ويريح فيها، علاش لا؟ كلشي وقريبه، قريبه حتى للبلاج البحر، يعني قريبه بزاف. خوتي العزاز، بقوا معايا حتى الاخير، تبعوا معايا الفيديو، ومرحبا بكم معايا في قناه مروان فلوغ. اي واحد دخل قناه مروان فلوغ ما يديرش اشتراك، يدير اشتراك ويدير تفعيل الجرس. مرحبا بكم، يلا معايا. خوتي العزاز، نبداو الفلوق ديالنا، نبداو الجوله في هاد البلاصه هادي. دائما كنشارك معكم المساحه الخضراء، يعني باش نكتشفوا الرباط وكنتعرفوا عليها. يعني الرباط تغيرت بزاف، كنتعرفوا على اي بلاصه زوينه. كيف كتشوفوا معايا هاد المساحه الخضراء، يعني كاينه في جتروه حدا اقامه الصباح، كبيره فيها. يعني بغيتو تجيو تمشاو، بغيتو تجيبوا الوليدات يلعبوا في الالعاب، كلشي كاين. قبل ما نكملوا هذا الفيديو هذا، غادي نخليكم تشوفوا الطريق ديال هاد البلايصه هادي، ورجعوا ونكملوا الجوله ديالنا خوتي العزاز. عدنا خوتي العزاز، مني تعرفتوا على الطريق، يعني شنقول لكم، يعني معروفه البلاصه هذه، اقامه الصباح موراها جدروه، كاين هذا الفضاء الجميل. بصراحه يعني خوتي العزاز، يعني الرباط يعني في الالفينات، يعني شنقول لكم، يعني تغيرت بزاف بالنسبه للمساحه الخضراء، بالنسبه للفضاءات المنتزهات، يعني كل شيء فيها، حتى المشاريع يعني اللي كتنجز كنشاركها معكم، ومازال غادي نشارك معكم بزاف ديال المشاريع اللي تتقاموا في الرباط والنواحي ديالها. ولكن الرباط عاصمة الأنوار والثقافات، يعني اللي وقف عليها سيدنا الله ينصره ويطول ليه في العمر، ووالي جهة الرباط والنواحي سي محمد اليعقوبي، بصراحة يعني خدامين عليها باش تولي الرباط عاصمة الأنوار والثقافات. خوتي العزاز، بالنسبة للمشاريع اللي تتقاموا في الرباط، بغيتوا تعرفوا عليهم، يعني غادي تدخلوا قناة مروان فلوغ وتشوفوا المشاريع يعني اللي تتقام سوا في الرباط سوا في تمارة. ومازال غادي نشارك معكم بزاف المشاريع اللي تتقاموا. خوتي كثرت عليكم الهضره بزاف، غا سمحوا لي وصافي، تنتناقش معكم وكنهضر معكم، حيت نتوما خوتي وحبابي والعائله ديالي. دائما تنقولها، نتوما العائله ديالي، كنتناقش معكم. بغيتكم تستمتعوا معايا بهاد البلاصه هادي. كيف كتشوفوا معايا، كاين حتى الالعاب ديال الدراري الصغار، يعني كنشارك معكم كلشي وكنت معكم بالقلب الخالص. نتوما راه حبابي وخوتي والعائله ديالي. ما تنساوناش بالتعليق ديالكم والدعم ديالكم، وتشجعوا قناة مروان بلوغ.
وصلنا لنهايه الفيديو اخوتي الاعزاء، ولكن قبل ما نختم معكم هذا الفيديو في صندوق الوصف غادي تلقاو الرابط ديال الانستغرام ديالي. مرحبا بكم ومرحبا باي واحد بغى يتواصل معايا، وشكرا بزاف على الرسائل ديالكم اللي كنتوصل ليها. خوت عندكم شي اقتراح، عندكم شي بلاصه بغيتوا تشوفوها اكتبوها لي في التعليق، وان شاء الله غادي نمشي وغادي نصورها وغادي نشاركها معكم تحت طلب ديالكم. نتوما طلبوا وانا نفد خوتي الاعزاء. تهلاو لي في راسكم ونتلاقوا عن قريب شي خرجه مختلفه ان شاء الله. السلام عليكم.